دكتور أمين أو فاروق ودكتور أمين حتى الآن هي عملية تأديب وإذلال، وعملهم يعني زي يعني حاجة بتاع التأديب للغير. أمين وفاروق وفاروق وأمين الحقيقة في رأينا مخطوطين هوستجز، رهينة عايزين يمشوا بها الحوار، وراجين أول ما يجي ينطلق الحوار بعد بكرة أو كده يقول والله عشان الحوار ومسار الحوار، وبناء على توصية السبعة زي السبعة السيد الرئيس يعني أمر بإطلاق سراح النازل بإطلاقهم بشنو عفو إسقاط تهم إيش الشكل القانوني ما عندنا فكرة. فاصل قصير ونعاود.